أكد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس على أهمية تجسيد واعتماد مبادئ الذهب من خلال التركيز على الأداء في العمل وتطويره بصورة مستمرة والتعاون بشكل مكثف كفريق واحد لإنجاز المهام المطلوبة التي ترتقي بالقطاعين الشبابي والرياضي والتي تتوافق مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الرامية إلى الارتقاء بالحركة الرياضية وفقا لمبادئ البيئة التنافسية العادلة والمفتوحة. جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة للاجتماع الثالث للجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. خلال الاجتماع وجه سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة إدارة الاستثمارات بوزارة شؤون الشباب والرياضة إلى زيادة وتيرة العمل في كافة القطاعات الحيوية بما يسهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والاستغلال الأمثل لموارد القطاعات الرياضية، مؤكدا سموه أهمية بذل المزيد من الجهود والعمل المضاعف وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع الشبابي والرياضي. واطلع سمو الشيخ فيصل بن راشد على سير العمل في مبادرات البرنامج الوطني لتدريب الشباب فرص ودفع مستحقات الرياضيين ومبادرة إنشاء 100 ملعب في فرجان قرى ومدن البحرين بالإضافة إلى بطولة سلسلة بلاست برو للألعاب الرياضية الإلكترونية والتي احتضنتها المملكة وصندوق طموح وإلغاء الواجبات المنزلية.